السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا ننتقل إلى الجزء الثاني من درس الصيغة العلمية للصف الثامن. الحالة الثانية يا ثامن بدي نشرح عندما يكون نون، عندما يكون نون عدد صحيح سالب. يعني كيف نون القوس بيكون سالب؟ احنا حكينا نون من كل وجه وعندنا حكي نون لما يكون صحيح سالب. يعني مستوى أخذنا 8 من 1000، تمام؟ مش هاي بس اقدر اكتبها احولها لكسر 10 8 على الفاصل بعد 3 منازل 8 على 1000، تمام؟ 8 على مش اقدر اكتبها 8 على 10، مش هاي هو 3 10 في 10 في 10 1000، تمام؟ اذا هاي عباره مش هي 10 في 10 في 10 1000، مش اقدر اكتسبها استخدام قوانين اسس 10 اس 3، صح؟ طيب لما نطلع القصة فوق، تمام، شو بصير؟ 8 في 10 قوة سالب 3 تحول من موجب لسالب. كيف هاي الصيغة اجت؟ طيب بس هاي الصيغة العلمية كيف اجت؟ ركز معي بس، احنا درسنا اليوم استخدام الفاصلة. 8 جزء من 1000، تمام؟ احنا شغلنا على تحريك الفاصلة مع مراعاة ايش؟ الشرط. هاي الفاصلة بس هيك بصير التحريك، تمام؟ هيك التحريك من اليسار لوين؟ لليمين، تمام؟ ضرب 10 بثبتها، مش مثلا زي ال 10، شو بدي احرك مع المحافظة على الشر؟ هاي الفاصل قائمة بحرك، هاي واحدة، هاي ثنتين، هاي ثلاثة، صارت الفاصل هون، صارت 8، تمام؟ مشان صحيح هاي الفاصلة جديدة. كم منزل حرك التمس؟ 3 منازل، بس لما يكون التحريك من اليسار لليمين لأنه عدد 20، شو بتكون الفاصلة؟ شو بيكون هو السالب؟ لأنه يعني بيكون بالمقام، لما أرفعه فوق شو بصير؟ سالب، تمام؟ سالب 3، نفس المبدأ، لو أخذنا، تمام؟ 856 جزء من 1000، بدي أحرفه، هاي بتصير 8، هاي الفاصلة هي النسبة القديمة. بدي احركها باستخدام الصيغة العلمية، هاي الفاصلة. إذا حطيتها هون بصير 8 صحيح 56، طب لو حطيتها هون بصير 85، وأنا شو ما تكون المنطقة لازم تكون؟ ما تساعدك الفاصلة الجديدة وين تكون؟ وين تكون الفاصلة الجديدة؟ لازم ما أكبر الرقم، فبصير 8 فاصلة ضرب 10. كم منزلة حركة التمس؟ منزلة كانت منه التحريك بين اليسار واليمين شو بيكون؟ سالب. طيب لو اخذنا يدرس، هيو بس خليني اكتب هون، تمام، هي الفاصلة اصلا موجودة، هي الفاصلة القديمة الموجودة ماشية كامل، بدي احرك محافظ هون على الشرط لا بتعدى العشرة، ما بوصل العشرة، تمام؟ هي الفاصلة، هي واحدة، هي ثنتين، هي ثلاث، لو حرفت من الصفر يصير صفر صحيح، بس أنا لازم أكون أكبر من إيش؟ واحد فما فوق، هي فاصلة، ثلاثة صفر، بتصير هون جديدة، هي فاصلة جديدة، تمام؟ بتصير خمسة، هون فاصلة صح؟ ضرب عشرة، كم منزلة حركت؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. تمام؟ والأصفار مش هيك خمسة صحيح؟ شو بدي أحطها؟ إذا خمسة في 10 قوة سالب، خمسة بعدد منازل التحريك، وحركت واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، ما قدرت وصلت هون، حركت خمس منازل، تمام؟ حركت خمس منازل، ناخذ كمان مثال. يلا بس نحن نشتغل، خلينا نحط هاي الصفر عشان توضح معنا أكثر. بدي أحرك هاي الفاصلة القديمة، ماشي تمام، هاي الفاصلة القديمة بدي أحركها، لو حركتها هون بتصير صفر، لا لازم تكون واحد وما فوق. طيب بحركها هون خمسة، خمسة ضمن الرينج، طيب لو حركتها هون يبس بصير 53، تعديت الخط، تعديت لازم انا ما بتعدى الشرط فبحط الفاصلة الجديدة هون، هي الفاصلة الجديدة، وبصير فاصلة خمسة، هي فاصلة ثلاثة أربعة ضرب 10،
كم منزلة مشيتي يا مسهل؟ هاي الفاصلة القديمة، هاي واحدة وهي اثنين، كم منزلة؟ منزلتين، التحريك كان عندك شو بتكون؟ سالب، حفظت 10 حفظت 10 تمام؟ حفظت 10، طيب مس خليني آخذ مثال ثاني أنا وياكم، لو أخذنا هاي وهاي، هاي سالب وهيك موجب. طيب رح تحكي لي مثلا تحكي لي بين 1 و10 هي سالب، انا شو اقول لك؟ اقول لك القيمه المطلقه للرقم، يعني الرقم السالب اذا اخذت قيمته المطلقه بكون ضمن الرينج. ايش القيمه المطلقه للسالب 8؟ 8 ضمن الرينج ولا ضمن الرينج؟ اذا انا بشتغل عليها انا ما بشتغل على هاي، انا باخذ القيمه المطلقه لإف. تمام؟ هاي الفاصله القديمه. بدي احركها هون لا، هون لا، هون بصير 8. القيمة المطلقة سالب 8 8 إذا ضمن الرينج بصير 8 ضرب 10. كم منزلة حركت؟ هاي القديمة وهي الجديدة يا مس. 1 2 3 إذا سالب 8 في 10 هو سالب 3، هي الصيغة العلمية للرقم. تمام؟ بحضر بالإشارة بس إنها القيمة المطلقة للألف تكون ضمن الرينج، تمام؟ هيك لما تكون نون عدد صحيح سالب، بقول محتوي على فاصلة عشريه، تمام يا مس؟ ويكون التحريك من اليسار الى اليمين، بس لما يكون التحريك من اليمين الى اليسار بتكون نون موجب، لانه بكون بتعامل مع اعداد صحيحه. تمام، الجزء الثالث ان شاء الله من الفيديو رح نحكي عن الصوره او الصيغه القياسيه، ويعطيكم العافيه.